الذين أبدعهم خريطة جديدة، وذلك بظهوره مولودا من بطن بلا زرع، وحفظه إياه سالما كما كان، حتى إذا رأينا ذلك العجب ننشد هاتفين: السلام عليك يا زهرة البتولية، السلام عليك يا إكليل العفة، السلام عليك يا من أوضحت رمز القيامة، السلام عليك يا من أظهرت سيرة الملائكة، السلام عليك يا شجرة لذيذة الثمر يتغذى منها المؤمنون، السلام عليك يا غرسة ضليلة يستضل بها كثيرون، السلام عليك يا من حملت مرشد الضالين، السلام عليك يا من ولدت فادي المقصورين، السلام عليك يا مستعطفة الديان العادل، السلام عليك يا مسامحة الخطاة الكثيرين، السلام عليك يا حلة حضوة للعراة، السلام عليك يا حنانا يفوق كل حب، السلام عليك يا عروسة العروس، السلام عليك يا عروسة، قد رأينا ولادة غريبة فلنتغرب عن العالم وننقل عقلنا إلى السماء، فإن الإله العلي لأجل ذلك عينه ظهر على الأرض إنسانا وضيعا، إكراما يجذب إلى العلا فينا إليه هاللويا، كلمة الغير المحصور كان بجملته مع الأرضين، ولم يغب البتة عن السماويين، إذ قد صار تنازل إلهي لا تحول مكاني، وصارت الولادة من بتول استولى عليها روح الله، فكانت تسمع هذه التقارير: السلام عليك يا مسكن الله الذي لا يحوي مكانا، السلام عليك يا باب السر الجليل، السلام عليك يا نبأ لغير المؤمنين ملتبسا، السلام عليك يا فخرا للمؤمنين لا التباس فيه، السلام
عليك يا مركبة قدسية للراكب على الكروبين. السلام عليك يا مسكنا فخما جدا للجالس على السرافين. السلام عليك يا من وفقت في ذاتها بين ضدين. السلام عليك يا من قرنت بين البتولية والنفس. السلام عليك يا من في انحلت المعصية. السلام عليك يا من فتح الفردوس. السلام عليك يا عروسة لا عروس لها. Oh,
نجنا من التجربات والفهدى ومن اجتياح البرابرة ومن كل ضربة أخرى واردة علينا لكثرة سقطاتنا نحن الأنام الخاطئ لنصرخ إليك بالسلام نحن المؤمنين الذين لله بك نصيبا من الفرح الأبدي
كانت بك على الأرض بلا زارع. لما جئت في رحمتك العظيمة أيها المسيح أن تتخذ صورة البشر. Oh.